بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتورة هدى الشيخة. هنستكمل موضوعات مادة مشكلات محاسبية معاصرة لدبلومة الضرائب سنة تانية، استكمالا لموضوع المشروعات الصغيرة. هعرض على حضراتكم ورقة بحثية بعنوان مشكلات التحاسب الضريبي في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كانت متقدمة لمؤتمر سابق. هنتكلم في هذه الورقة عن مشكلة التحاسب الضريبي في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أهمية المشروعات الصغيرة ودورها في النهوض بالاقتصاد القومي، دور الصندوق الاجتماعي في رعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، الإقرار الضريبي جيم صيادلة، مشكلة التهرب الضريبي في المشروعات الصغيرة، واقتراحات لحل مشكلة التحاسب الضريبي مع عرض ما صدر الوقت. التعريف احنا كنا تعرضنا ليه قبل كده، طبعا هو المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر من اهم ركائز الاقتصاد القومي ومصدر لجزء كبير من الحصيلة الضريبية، علشان كده المشرع الضريبي خصص لها قانون الضرائب ووضع قانون خاص بيها. ابتدى اول قانون كان قانون رقم 141 لسنة 2004، وصدرت فيه عدة مواد بتعريف المنشأة الصغيرة وتحديد مبلغ اللي من خلاله بنقدر نقول ان التصنيف بتاعها صغيرة او متوسطة او متناهية الصغر. لو حبينا نتكلم عن مشكلة التحاسب الضريبي في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، هنلاقي 9 بقواعد أسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة. بيقال إن تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة، وده يتنافى مع قرار وزير المالية اللي خاص بالمنشآت الصغيرة، وده فيه جدل بين خبراء الضرائب ان هما في منازعات بتنتج عن ذلك بين المصلحة وبين الممولين، ومحتاجة ان احنا نشوف لها حلول، او هينزل بقى تعديل للقانون زي ما هنشوف بعد كده. بالنسبة لأهمية المشروعات الصغيرة ودورها في النهوض بالاقتصاد القومي، عندنا أهمية المشروعات الصغيرة تتمثل أو تمثل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من كل دول العالم والهيئات الدولية والمحلية في ظل التحولات العالمية الجارية، وذلك بيرجع إلى دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي، ودورها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية لجميع الدول. طبعا معظم الدول محور اهتمامها هذه المشروعات للتخفيض وتحجيم سوء استغلال العمال. طبعا المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الدول العربية ومصر بتكتسب مجموعة اعتبارات تتعلق بخصائص هيكلها الاقتصادي والاجتماعي ونسب توافر عوامل الانتاج والتوزيع الجغرافي للسكان والنشاط، ويمكن إيجاز أهم الظواهر الإيجابية في مال. تتميز هذه المشروعات بالإنتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة وخدمة الأسواق المحدودة. أيضا توفر هذه المشروعات سلعا وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبيا تتفق مع قدراتها الشرائية. 3 تحافظ على الأعمال التراثية سواء الحرفية أو اليدوية، وهي بتمثل أهمية قصوى الاقتصاد الوطني، وتنمية هذه المشروعات الحرفية التقليدية الصغيرة بيفتح أبواب لتشغيل الشباب وأيضا المرأة، وبيفتح أبواب للتصدير بكميات كبيرة، وذلك يؤدي إلى أن تدر دخلا الاقتصاد القومي، ولذا يجب الحفاظ على هذه الصناعات التقليدية من الاندثار. 4 ساعد المشروعات الكبيرة في بعض الأنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة، الأمر الذي يمكن المشروعات الكبيرة من التركيز على الأنشطة الرئيسية لديها وتخفيض التكلفة التسويقية.
أيضا ممكن أن تكون هذه المشروعات الصغيرة مصدر للتجديد والابتكار وتساهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المشروعات الكبيرة. طبعا المشروعات الصغيرة دي والمتناهية الصغر وعاء لعمل رأس مال، حيث تقوم باستيعاب المدخرات الزائدة غير أنها توفر فرص استثمار لأصحاب الادخار المنخفض. في نهاية عصر الاقتصاد المركزي والقطاع العام، باتت المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من 98% من النشاط الاقتصادي في الدولة، وأصبحت النسبة تصل إلى نصف الإنتاج الوطني على مستوى العالم. والمشروعات دي بتوفر 60% من فرص العمالة في ظل التقدم التكنولوجي. طبعا بتواجه هذه المشروعات تحديات جديدة في الدول النامية نتيجة الطفرة التكنولوجية واللي بيشهدها العالم في الفترة الحالية. وطبعا قدرت المشروعات دي تستفيد من مميزات هذا الوضع الجديد، وسمحت بالحصول على المعرفة ورؤوس الأموال ودخول الأسواق الكبيرة. طبعا في النهاية في طبعا مشروعات يعني بتبتدي الأول بفكرة بسيطة زي فكرة الحضانات كده، وبعد ما بتتعمل بتبتدي تتوسع فيها الدول وتتعمم هذه التجارب عن طريق شركات صغيرة يعني صغيرة أو مش يعني متناهية الصغر. طبعا مواجهة البطالة، دور هذه المشروعات في مواجهة جدا، وبيوفر عمالة كبيرة نتيجة لتعدد المهام الخاصة بهذه المشروعات ويعني انتشارها في معظم البقاع الخاصة بالاقتصاد. طبعا أكيد هنقابلنا معوقات تواجه هذه المشروعات الصغيرة، فعندنا معوقات من الناحية التنظيمية، وعندنا معوقات من الناحية أيضا من الناحية المالية طبعا، وهي أهم نقطة اللي هي فكرة لو في مشكلة في التمويل وتنفيذ المشروع ومواجهة الإجراءات البيروقراطية وفترات السداد أو التعثر. برضو من الناحية التسويقية عندنا تباين شديد في أسعار المواد الأولية، ممكن فيه يحدث ارتفاع مفاجئ بسبب عوامل في السوق، ممكن ده يؤثر على تكاليف الإنتاج وارتفاعها في هذه المشروعات وبالتالي على سعرها، أو هوامش الربح أيضا، وضعف القدرة الرأسمالية اللازمة للترويج والمشاركة في معظم مهرجانات التسوق. هنتكلم على دور الصندوق الاجتماعي في رعاية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وابتدى الصندوق الاجتماعي من سنة 1991، هو شبكة أمان اجتماعي داخل الدولة، وتقوم الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، وهي من احد محاور المساعده الصندوق الاجتماعي للتنميه وجمعيات طبعا المجتمع المدني ومبادرات المشروعات الصغيره. وقام هذا الصندوق بدعم صغيره في معظم المحافظات، قنا، سوهاج، بني سويف، الفيوم، الغربيه، البحيره، لتنفيذ انشطه المشروع على مستوى الدوله. وطبعا الصندوق ده بالذات بيساعد المشروعات الصغيرة في التعاملات الخاصة بالضرائب. ازاي؟ هي عملت وحدة للضرائب متواجدة في الصندوق الاجتماعي مستمرة دايمة منشأة، بيتم فيها فتح ملف ضريبي وعمل بطاقة ضريبية ومنح للمشروع إعفاء خاص 5 سنوات أيضا من خلال إشرافها. طبعا في قواعد وأسس للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة اتعرضت في نصوص القانون وعدة مواد وضحت ازاي بنحدد رقم أعمال أو الإيرادات في الإقرار الضريبي الخاص بالمشروعات الصغيرة، ازاي بنحدد صافي الربح في المنشآت الفئة الأولى بناء على رقم الأعمال، وأيضا بنحدد صافي ربح المنشآت الفئة الثانية بناء على قائمة الدخل المعدة وفقا لأساس الاستحقاق والأصول والقواعد الجنرال أكاونتنج أكسبتد برنسبلز اللي احنا عارفينها في المحاسبة، وفي ضوء السجلات والمستندات. أيضا تم بيوضح تحديد صافي الربح لمنشآت الفئة الثالثة عن طريق قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. طبعا المنشآت الصغيرة دي يقتصر التعامل على سلع مسعرة تسعيرا جبريا
وتم يعني تطوير هذا الأمر والتغاضي عنه. وبعد كده في قواعد لإنهاء أي نزاعات قائمة بين مصلحة الضرائب والممولين عن استنوية حال موافقة الممول عن ذلك، وطبعا بتسري على الحالات التي لم يتم لها فحص ضريبي. برضو في المواد القانون لا يجوز الخروج على عن القواعد الواردة بهذه التعليمات، وبيلغى أي كل من يخالف يعني ما ورد بهذه التعليمات، ويعاد النظر في القواعد الواردة على فترات دورية. في النهاية أنا بستعرض قرار الضريبي جيم الصيادلة، وده أحد الصيدليات، وهي حددت ضريب ليها نموذج اسمه جيم صيادلة، وفي بنوضح رقم الأعمال مش الربح، ثم الأنشطة والإيرادات الأخرى، ثم المصروفات الإدارية والعمومية وفقا لما يوجد من قواعد في هذا الشأن. يعني بنشير إلى أن القانون تم تعديله وتغير، حدث تغيرات في بعض النسب. طبعا الأمور ضرورة الالتزام طبعا بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية، ده شيء من الحاجات اللي يجب أخذها في الاعتبار. بيلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية ومحاسبته وفقا للقواعد والأسس المعمول بها. يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها. يتم تطبيق التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 عند طلب تقسيط الضرائب المستحقة طبقا لهذا الاتفاق. طبعا لو في أي متغيرات جوهرية هتحدث نتيجة تعديل تعديلات القوانين اللي هتنتج بعد هذه بعد إعداد ورقة البحث دي لحضراتكم. طبعا محتاج كل ده إن جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية يحدث بها توجيه ورقابة، والإدارات التابعة أيضا لمراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات. وعندنا وضحنا كيفية النموذج وملاحظة ملاحظات خاصة بإقرار السنة. اتكلمنا عن مشكلة التهرب الضريبي في المشروعات الصغيرة، وفي النهاية كان هناك اقتراحات لحل مشكلة التحاسب الضريبي، منها ضرورة منح المشروعات الصغيرة حوافز ضريبية خاصة لتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي ومساندتها، وتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. يجب عمل نظام مبسط لمحاسبة الورش والمشروعات، توعية المعمول توعية الممول بالنظام الضريبي وحثه على الالتزام بتسليم الإقرار الضريبي، وطبعا مراعاة مصلحة الضرائب لحالات التعثر اللي بيتوجه أصحاب المشروعات الصغيرة في بداية النشاط. حاسه يعني من ضمن اقتراحات حل مشكله التحاسب الضريبي ان احنا نزود الاعفاء الضريبي الممنوح لهذه المشروعات، تحويل مركز تحديث الصناعه بوزاره الصناعه الى مركز لتنميه الصناعات الصغيره، ليقوم هذا المركز وفقا لقرار انشاته تم انشاؤه من وفي النهايه طبعا في تشكيل مجموعات عمل في وزاره الماليه للوضع استراتيجيه لتحديد او معالجه المشكلات التي تعوق المشروعات وتنهض بها للمساهمه في تحسين المستوى الاقتصادي وحل مشكله البطاله وتوفير فرص عمل. وطبعا انشاء جهه تكون مسؤوله عن كل المشروعات الصغيره في كافه الوزارات تحت مسمى الجهاز المركزي لتنميه المشروعات الصغيره. وشكرا.